في العام 1979 طرأ خطب غير متوقع هز أركان العالم الإسلامي. داعية سلفي مع أتباعه يقتحمون المسجد الحرام في مكة. قوات حكومية تجهد في مواجهة تمرد مسلح. الحرم الأقدس في الإسلام يستباح ليصبح حلبة للقتل. إنها صلاة الفجر. المسجد الحرام في مكة الحرم الأكثر قدسية في الإسلام. آلاف الحجاج ينتظرون الآذان للصلاة، بينهم داعية من أصول بدوية في الأربعين من عمره هو جهيمان العتيبي وحوالي 200 من أتباعه. جهيمان وزملاؤه نحوا الإمام جانبا واستولوا على الميكروفون. فتحت النعوش التي كانت موضوعة بالقرب من الكعبة لتكشف عن أن ما بداخلها ليست جثامين بل ترسانة من الأسلحة اليدوية والبنادق الحربية. المتسللون تجمهروا أمام الكعبة للاستماع إلى إعلان غير اعتيادي. هذه التسجيلات أصلية أخذت في ذلك اليوم. اعتلى المنبر خالد اليامي أحد أعوان جهيمان المقربين معلناً أن الظروف أضحت كاملة لظهور المهدي وهو الآن في ظهرانهم. ثم التقط جهيمان مكبر الصوت وأمر رجاله باتخاذ مواقع استراتيجية في أرجاء المسجد. فانتشر المسلحون في نقاط كانت محددة مسبقا. عندما تأكد جهيمان من انتشار عناصر مجموعته المسلحة بشكل تام أعاد المذياع لمعاونه خالد. ثم أفسحت الجموع ممرا لعبور المهدي. اعتلى القناصة المدربون منارات المآذن. خلال فترة لا تتعدى الدقائق المعدودة من اليوم الأول من القرن الهجري 15 تمكن جهيمان وأتباعه من السيطرة الكاملة على الحرم. حوالي 7 صباحا أرسلت الشرطة السعودية دوريتين للتحقق مما اعتقدوا أنها مشكلة إخلال بالأمن. لدى اجتيازهم المسافة المؤدية إلى المسجد تعرض عناصر الشرطة لوابل من الرصاص. نصبت الشرطة طوقاً من حواجز التفتيش في محيط المسجد. ظلت الشرطة تجيز تدفق حركة السير بحرية قبل أن تدرك خطورة الوضع. أوفد الملك خالد كلاً من وزير الدفاع الأمير سلطان ووزير الداخلية الأمير نايف إلى مكة لتسلم زمام الأمور. كان من الواضح أن المتمردين تقووا بالمهدي في انتظار تحقيق ما ذكر في الحديث. يضاف إلى ذلك أن جهيمان وأتباعه كانوا يشعرون بأنهم في حماية المهدي، شخصية مهيبة ذات قدرات خارقة سوف تعيد العالم بحزم إلى جادة الله. فانبر شخص عرف به جهيمان على أنه المهدي ليجوز بين الجموع المتحلقة حول الكعبة. لم يكن ذلك الشخص سوى المدعو محمد بن عبد الله القحطاني. ضربت القوى الأمنية طوقاً محكماً حول المكان وتم تحويل حركة السير، كما استقدمت تعزيزات من الحرس الوطني وتمركزت فوق أسطح المباني القريبة. يحرم القرآن القتال داخل الحرم
لذا استدعى الأمر من السلطات السعودية الحصول على تأييد المؤسسة الدينية من أجل السماح لقواتها بإطلاق النار ضمن المسجد الحرام. حاولت السلطات السعودية فرض سيطرتها، غير أن القناصة ألحقوا بعناصرها إصابات فادحة. سعت القوات السعودية إلى استخدام طرق متعددة لزعزعة تمركز المتمردين، ولكن من دون فائدة. ولسوء الحظ، عندما لجأت السلطات إلى قطع التيار الكهربائي، ظل القناصة في أماكنهم المرتفعة يتمتعون برؤية كاشفة لمواقع الجنود على ضوء مصابيح قوية آتية من الشوارع. في صباح اليوم الثاني للحصار، قامت المروحيات العسكرية السعودية بطلعات منتظمة فوق المسجد الحرام. كانت حصيلة المواجهات عند مداخل الحرم كارثية، فالانتشار والتموضع كان لصالح المتمردين. أصبح لزاماً على السلطات أن تكسر قبضة المتمردين على المسجد الحرام. استدعت الحكومة وحدة المظليين الذين هاجموا الطبقة الثانية من الجهة الخلفية. وقعت إصابات كثيرة في صفوف المظليين، ما تطلب استدعاء الطوافات المروحية لنقل المصابين إلى المستشفيات. كان جهيمان في قلب المعركة يقود المقاومة في مواجهة الهجوم الجديد. استخدم جهيمان ومقاتلوه بحنكة الأقبية التي تقع تحت الباحة الخارجية كقاعدة لهم. بعد 3 أيام من المداولات، أصدر 30 من كبار الأئمة النص النهائي للفتوى التي تجيز للحكومة التصدي للمجموعة المسلحة. وقد غدت الحكومة قادرة على استخدام كامل قواها لمكافحة قوات جهيمان من دون أن تخشى مغبة الإدانة، حتى وإن لحقت الأضرار بالحرم المكي خلال العمليات. وتحولت المآذن أهدافاً لنيران أسلحة الجيش الثقيلة من أجل القضاء على القناصة الذين تحصنوا فوقها. قام الجيش بنشر 2000 جندي وكتيبة مدرعة لتحقيق خرق في خطوط المتمردين، وذلك على طول 450 متراً للمسعى. نفذ الهجوم على 3 محاور، أحدها عند المدخل السفلي في نهاية المسعى عند المروة، والثاني عبر الممشى الآخر المؤدي إلى الصفا، أما الثالث فعند الممر العلوي. بحلول منتصف اليوم الخامس للحصار، تمكنت قوات الرائد نفيعي من تمشيط مسعى المروة والصفا بالكامل. وبعد تنفيذ المهمة المسندة إليهم، انسحب الرائد النفيعي بقوته. أشعل المتمردون النيران بالسجاد والإطارات المطاطية لتشكيل سحب كثيفة من الدخان، كما دهن بعضهم وجهه بالأسود واحتموا بالأعمدة قبل أن ينقضوا من خلفها لمداهمة الجنود السعوديين حال ولوجهم خارج الدخان. بعد أكثر من أسبوع على اندلاع القتال وسقوط المئات من الجرحى، كان المتمردون لا يزالون يسيطرون على الطوابق السفلية. احتاجت الحكومة السعودية إلى المساعدة لإلقاء القبض على قادة المتمردين وهم أحياء. توجه السعوديون لطلب المساعدة من الرئيس الفرنسي جيسكار دستان. أخبرني سفيرنا أن القوات السعودية كانت في حالة غير منظمة بصورة واضحة، ولم يكونوا يعرفون ما يجب عمله، فقررت أن أرسل ممثلين عن أكثر وكالاتنا الأمنية خبرة وتأهيلا للتعامل مع أوضاع مماثلة، وهي وحدة التدخل في الدرك الوطني JEJN. اتخذ الفرنسيون مركزا لهم بالقرب من قاعدة جوية، فلكونهم غير مسلمين لم يسمح لهم بدخول مكة. عمد الفرنسيون إلى إدخال كميات كبيرة من الغاز المخدر. حقق استخدام الفرنسيين للغاز الغرض المرجو. تمكنت القوات السعودية من إلقاء القبض على جهيمان وآخر عناصر مجموعته المتمردة متقوقعين داخل غرفة مقفلة في الطرف الجنوبي الغربي للملجأ. نقل جهيمان إلى أحد الفنادق في مكة لعرضه أمام كاميرات الصحافة. نشرت السلطات السعودية صورة لشخص قالوا إنه المهدي،
لم يلحق بالكعبة أي ضرر، غير أن الحرم المكي أصابه الدمار على نطاق واسع تطلب إصلاحه عدة أشهر. بلغ العدد الرسمي للقتلى 270، بينهم 127 من العسكريين و117 من المتمردين، فيما وقع 26 قتيلا من الحجاج، إضافة إلى 450 جريحا من الجنود. بعدما يزيد على شهر بقليل من تاريخ الهجوم، أعدمت السلطات السعودية علنا 63 من المتمردين في 8 مدن، كان جهيمان أولهم.